بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في عرض تقديم جديد لأحد مواضيع الإحصاء، وهو بعنوان الاختبارات البعدية البوست هوك تيست. وسنتحدث عن اختبار شيفي. اختبار شيفي يصلح في حال كون العينات المطلوب دراسة العلاقة بين متوسطاتها، سواء كانت متساوية أو غير متساوية. إذا سنتحدث عن الـ Equal and Unequal Sample Sizes. سنأخذ مثال على كل حالة من هاتين الحالتين وندرسها ونطبق اختبار شيفي. ما يميز اختبار شيفي بداية هو أنه كما استعرضنا يصلح للعينات المتساوية وغير المتساوية، ويعتبر هذا الاختبار اختبار شيفي من الاختبارات المحافظة conservative، بمعنى أنه عندما يزداد عدد المقارنات بين المتوسطات فإن قيمة الخطأ من الدرجة الأولى لا يزيد عن قيمة مستوى الدلالة المعطى في المسألة. ومعنى آخر أن هذا الاختبار اختبار متحفظ، بمعنى أن إمكانية رفض الفرضية الصفرية تكون قليلة نوعا ما مقارنة بالاختبارات الأخرى. ويصلح هذا الاختبار في حال كون المجموعات المطلوب دراسة العلاقة بين متوسطاتها يكون عددها كبير. إذن هاي بعض المزايا الخاصة بهذا الاختبار. لنأخذ المسألة الأولى، وهي مسألة بعينات متساوية. الجدول الموجود في الوسط هو جدول تحليل التباين الأحادي، تم تعبئته بعد القيام بالحسابات الخاصة فيه. والجدول الخاص بهذه البيانات موجود في الأسفل. لدينا ثلاث مجموعات أو ثلاث معالجات. المعالجة رقم واحد ممثلة بالقيمة X1، والمعالجة رقم اثنان treatment number 2، والمعالجة رقم ثلاث. لكل من هذه المعالجات هناك خمس observations. بالنسبة للمعالجة الأولى، هذه نتائج المعالجة الأولى 7 10 8 10 7. إذن هناك خمس عناصر موجودة في المجموعة الأولى، إذن قيمة N هنا 5، وهي نفس قيمة N للمعالجة رقم 2 وقيمة N للمعالجة رقم 3. تم حساب هنا مجموع الـ observations للثلاثة treatments، 42 للمجموعة الأولى و51 للمعالج رقم 2 و57 للمعالج رقم 3. وبقسمة مجموع الـ observations على حجم العينة نستطيع ببساطة استخراج المتوسط الحسابي المين. فالمتوسط الحسابي للمجموعة الأولى 8.4، بينما للمجموعة الثانية أو للمعالج الثاني 10.2، وللمعالج الثالثة 11.4. طبعا النتيجة الموجودة في جدول تحليل التباين تظهر بأن هناك فروق دالة إحصائيا، هناك significant difference between the means. ببساطة السبب لأن قيمة F المحسوبة كانت 5.91، بينما قيمة F الحرجة critical F كانت قيمتها 3.89%. إذن هناك فروق دالة إحصائيا بين المجموعات الثلاث. المطلوب في هذا السؤال تحديد بين أي مجموعتين من المجموعات الثلاث
المتوسطة تكون دالة إحصائيا وأيها يكون غير دال إحصائيا بتطبيق قانون شيفي. طبعا مستوى الدلالة significant level قيمتها 5%. طبعا الكرايتيريا أو المعيار في عملية الحكم على كل من المتوسطات هي عملية مقارنة بين قيمتين، القيمة الأولى تسمى قيمة F وهي القيمة الحرجة لـ F لاختبار شيفي، وهذه القيمة الحرجة لشيفي قانونها ببساطة يساوي F critical مضروبة في K minus 1. الـ F critical هنا هي قيمة F الـF الحرجة المأخوذة من جدول تحليل التباين. بالنسبة لـ K، K تمثل عدد المعالجات أو مستويات المتغير. طبعا لدينا 3 مجموعات، إذا قيمة K قيمتها 3. نقارن هذه القيمة بالقيمة قيمة F لشي في F sub S، S هي أول حرف من كلمة شي في اللي هي F for شي في. نأخذ المتوسطات الحسابية ونطرح كل متوسطين من بعضهم البعض ونربع هذه القيمة ونقسمها على 2 ضرب ام اس اي مين سكوير ايرور. الام اس اي تؤخذ من جدول تحليل التباين وقيمتها 1.93، وقيمة N هي حجم إحدى العينات، طبعا قيمة N هي 5. إذا يتم مقارنة هاتين القيمتين فيما بينهم، فإذا كانت قيمة الـ F لشي في أكبر من قيمة الـ F الحرجة لشي في نقول بأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطين، وإلا فلا يكون هناك فروق ذات دلالة إحصائية. دعونا نوضح هذه المسائل حتى تصبح الأمور بسيطة. أولا لحساب القيمة العلوية وهي قيمة F الحرجة لـ شي في، كما قلنا قيمة F الحرجة لـ شي في قانونها تساوي قيمة الـ F critical وهي 3.89% مأخوذة من جدول تحليل التباين مضروبة في K ناقص 1. K هنا تمثل عدد المجموعات أو عدد المعالجات أو عدد مستويات المتغير، وفي مسألتنا هنا هناك 3 مجموعات، إذا قيمة K تساوي 3. بتعويض مباشر قيمة F الحرجة لشي في قيمة F critical 3.89 مأخوذة من الجدول العلوي مضروبة في K ناقص 1 3 ناقص 1. لو استكملنا العمليات الحسابية البسيطة تكون قيمة الكريتيكال F value 7.78%. إذا هذه قيمة F الحرجة 7.78%.
الآن نطبق القانون الخاص بقيمة F لشي V ونقارنها بهذه القيمة. طبعا لدينا ثلاث مجموعات، إذن هناك ثلاث أزواج للمقارنات. نقارن متوسط المعالج الأولى مع متوسط المعالج الثانية، ثم نقارن متوسط المعالج الأولى مع متوسط المعالج الثالثة، ثم نقارن متوسط المعالج الثانية مع متوسط المعالج الثالثة. إذن هناك 3 combinations للأزواج المطلوب تفحص وجود أو عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية. نبدأ بعمل مقارنة بين متوسط المعالجة الأولى مع متوسط المعالجة الثانية. كما قلنا، القانون الخاص بقيمة F الخاصة بشي V F sub S، قيمة F الخاصة بشي V، وفي هذا القانون نحن نبين العلاقة بين المتوسطات. إذن X1 بار ناقص X2 بار تربيع، بمعنى المتوسط المعالج الأولى ناقص متوسط المعالجة الثانية، نربع هذه القيمة ونقسم على 2 ضرب الـ MSE. الـ MSE طبعا موجودة في جدول تحليل التباين، قيمتها 1.93 وقيمة N هي 5. إذا بتطبيق مباشر، قيمة متوسط المعالجة الأولى من الجدول العلوي على اليمين، هذه قيمة المتوسطات للثلاث معالجات. للمعالجة الأولى قيمة المتوسط 8.40%، ومتوسط المعالجة الثانية هو 10.20%. نربع هذه القيمة ونقسمها على 2 ضرب الـ MSE هي 1.93، مأخوذة من جدول تحليل التباين، وقيمة N هي عدد الـ observations اللي موجودة في واحدة من المعالجات الثلاثة. نستكمل العمليات الحسابية. إذن قيمة F الخاصة بشي V للمعالجة الأولى والثانية قيمتها 4.21%. طبعا نقارن هذه القيمة مع القيمة التي تم استخراجها قبل قليل، وهي القيمة الحرجة لـ F الخاصة بشي V. إذن النتيجة هنا قيمة F الخاصة بشي V تم استخراجها وهي 4.21%. لو قارناها بالقيمة الحرجة لـ F والتي كانت قيمتها 7.78%، إذا نقول أن قيمة الـ F لشي V أقل من القيمة الحرجة لاختبار F. إذا نقول بأنه لا يوجد فروق دالة إحصائيا، there is no significant difference between mean of treatment number 1 and the mean of treatment number 2. لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط المعالجة الأولى ومتوسط المعالجة الثانية، بمعنى أن المتوسطين متساويان. متوسط المعالجة الأولى مع متوسط المعالجة الثانية. إذن هذه هي النتيجة بالنسبة لأول زوج من المتوسطات بين المعالجة الأولى والثانية. الآن نأخذ المعالجة الأولى والمعالجة الثالثة، treatment 1 versus treatment number 3. بنفس الإجراءات ونفس الخطوات التي تم حسابها مسبقا يتم إجراءها هنا.
نريد مقارنة متوسط المعالجة الأولى مع الثالثة، إذا قيمة F الخاصة بشي V هي قيمة الفرق بين متوسط المعالجة الأولى ومتوسط المعالجة الثالثة. نربع هذه القيمة ونقسم على قيمة 2MSE على N. بنفس الإجراءات X1 بار هي 8.40 وX3 بار هي 11.4 بالعشرة. نربع هذه القيمة ونقسم على 2. الـ MSE 1.93 كما قلنا موجودة في جدول تحليل التباين، وقيمة N دائما وأبدا 5 ثابتة. إذا لو استكملنا العمليات الحسابية البسيطة هنا يكون قيمة الـ FS هي 9.77%، والقيمة النهائية لقيمة F الخاصة باختبار شي في هي 11.69%. إذا نلاحظ أن قيمة F الخاصة بشي في للفرق بين متوسط المعالجة الأولى والثالثة هو أكبر من القيمة الحرجة التي تم حسابها مسبقا. إذا النتيجة هنا نقول بما أن قيمة F الخاصة بشي في هي 11.69% هي أكبر من القيمة الحرجة لـ F والتي قيمتها هي 7.78%. إذا نقول أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية. يوجد significant difference between the mean of treatment number 1 and the mean of treatment number 3. بمعنى آخر أن المتوسطين، متوسط المعالجة الأولى والثالثة، غير متساويان. متوسط المعالجة الأولى لا يساوي متوسط المعالجة الثالثة. أيهما أكبر؟ ننظر في الجدول العلوي على اليمين. المعالجة رقم 1 قيمة المتوسط 8.4 بالعشرة، بينما المعالجة الثالثة 11.4 بالعشرة. إذا نقول أن متوسط المعالجة الثالثة أكبر من متوسط المعالجة الأولى، أو نقول متوسط المعالجة الأولى أقل من متوسط المعالجة الثالثة. إذا هذه النتيجة الثانية. المتبقي هنا هو عملية مقارنة بين المعالج رقم 2 مع المعالج رقم 3، treatment 2 versus treatment number 3، بنفس الإجراءات ونفس الخطوات. إذا قيمة F الخاصة بشي في، الآن نأخذ الفرق بين متوسط المعالج رقم 2 والمعالج رقم 3، نربع هذه القيمة ونقسمها على 2MSE على M. بنفس الإجراءات متوسط المعالج رقم 2 هي 10.2 من هنا، ومتوسط المعالجة الثالثة هي 11.4 بالعشرة هنا. نربع هذه القيمة ونقسم على 2 ضرب 1.93 على 5. بنفس الإجراءات نستكمل، فتكون قيمة F لاختبار شي في هي 1.87. لاحظ أن هذه القيمة صغيرة نوعا ما، وهي أقل من القيمة الحرجة F لشي في. إذا نقول بأن قيمة F الخاصة باختبار شي في بين متوسط المعالجة الثانية والثالثة قيمة 1.87% هي أقل من القيمة الحرجة لـ F الخاصة باختبار شي في وقيمتها 7.78. إذا النتيجة أنه لا يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط المعالجة الثانية ومتوسط المعالجة الثالثة. بمعنى آخر أن مقدار المتوسطين متساويان. بمعنى آخر X2 بار يساوي X3 بار. إذا بهذه الطريقة نكون قد استكملنا
التعامل مع كل الأزواج الخاصة بالمتوسطات الثلاثة. إذن هذه الخلاصة هنا، الخلاصة والنتيجة تظهر في هذا السلايد في الجدول السفلي أو الجدول في الوسط. Treatment Spare، المعالجة الأولى مع الثانية كانت قيمة F لشي في F sub S 4.21، وقيمة F critical 7.78. إذن F شي في أقل من القيمة الحرجة، إذن not significant، غير دالة إحصائيا. بالنسبة للزوج، زوج المعالجة رقم واحد مع المعالجة رقم ثلاث، كانت قيمة F لشي في قيمتها كبيرة نوعا ما 11.69، وهي أكبر من القيمة الحرجة لF لاختبار شي في. إذا نقول أن هناك فروق دالة إحصائية. بالنسبة للزوج الثالث بين المعالج رقم اثنان والمعالج رقم ثلاث، كان قيمة F لاختبار شي في صغيرة نوعا ما، كانت 1.87، أصغر بكثير من قيمة F الحرجة لشي في. إذا لا توجد فروق دالة إحصائيا. إذا النتيجة موجودة في الأسفل. إذا X1 بار تساوي X2 بار، وهذه تم استخراجها من الزوج الأول. والزوج الثاني X2 بار تساوي X3 بار من الزوج الأخير. بينما X1 بار لا تساوي X3 بار. إذن هناك فروق دالة إحصائيا فقط بين متوسط المجموعة الأولى ومتوسط المجموعة الثالثة، وهي هذه القيمة. إذن هذه نتيجة اختبار شي في على هذه المسألة. هناك زوجين من المتوسطات لا يوجد بينهما فروق، بينما يوجد فرق وحيد دال إحصائيا، وهو الفرق بين متوسط المجموعة الأولى ومتوسط المجموعة الثالثة. بالنسبة للمجموعة الأولى والثالثة، بما أن قيمة المتوسطين غير متساوية، إذا أحدهما أكبر من الآخر. ولو رجعنا إلى الجدول العلوي نرى أن قيمة X3 بار أكبر من X2 بار. إذا هذه نتيجة تطبيق اختبار شي في على هذه المسألة. طبعا هذه المسألة عدد حجم العينات الثلاثة متساوية وقيمته 5. نبدأ الآن بمسألة أخرى، ولكن هذه المسألة حجم العينات للمجموعات الثلاثة غير متساوية. بنفس الطريقة، هذا جدول تحليل تباين لأحد المسائل تم التعامل معها واستخراج النتائج كما هو موجود في هذا الجدول. البيانات التي تم التعامل معها حتى تم استخراج هذه القيم هو الجدول اللي موجود على جهة اليمين. إذن أيضا لدينا ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى والثانية والثالثة، أو المعالجة الأولى والثانية والثالثة، وهذه القيم داخل الجدول هي القيم التي تم تسجيلها. لو انتبهنا على عدد الأوبزرفيشن للمعالجة الأولى أو التريتمنت الأولى، عددها 10، قيمة المشاهدات للمعالجة الأولى، بينما للمعالجة رقم 2 قيمتها 8، والمعالجة الثالثة قيمتها 9. طبعا يعتبر اختبار شي في من أفضل أنواع الاختبارات استخداما في حال عدم تساوي السامبل سايزز، حجم العينة.
طبعا هنا تم حساب مجموع المشاهدات للمعالجات الثلاث، وتم استخراج المتوسطات الثلاث للثلاث معالجات. بنفس الطريقة مطلوب تطبيق اختبار شيفي لبيان بين أي متوسطات يوجد فروق دالة إحصائيا، وبين أي متوسطات لا يوجد أو لا توجد فروق دالة إحصائيا. بنفس الطريقة المعيار حتى نحكم على وجود أو عدم وجود فروق دالة إحصائيا، يتم المقارنة بين قيمتين. القيمة الأولى هي القيمة الحرجة لشي في، ويتم حسابها بمعادلة بسيطة. نأخذ قيمة الـ F critical، قيمة الـ F الحرجة من جدول تحليل التباين، وقيمتها 3.40%، ونضربها في K ناقص 1. كي تمثل عدد مستويات التجربة أو عدد المجموعات أو عدد المعالجات. طبعا في مسألتنا هنا قيمة كي تساوي 3. نقارن بين هذه القيمة الحرجة لـ F لشي في مع قيمة F الخاصة بشي في، والتي نحسب فيها الفروق بين المتوسطات ونربعها ونكمل العملية. طبعا الفرق بين هذه المعادلة والمعادلة الأولى التي تم استخدامها في حال تساوي حجم العينات، أن هنا الـ MSE نضربها في 1 على N1 زائد 1 على N2. طبعا N1 و N2 هي المجموعة الأولى والثانية المطلوب دراسة هل هناك فروق دالة بينهم. طبعا في حال تساوي قيمة N1 و N2، قيمة N1 إذا كانت قيمة N1 تساوي قيمة N2، طبعا يصبح هذه المعادلة نفس المعادلة التي تم استخدامها في المسألة السابقة. إذا المسألة السابقة هي حالة خاصة من هذه الحالة العامة، وهي حالة تساوي المتوسطات، وعفوا تساوي حجم العينات. طبعا في مسألتنا هنا حجم العينات غير متساوي. نبدأ بحساب القيمة الحرجة لـ F الخاصة باختبار شي في F، وهي الـ Critical F Value for شي في، شي في تيست. F Critical 3.40% مضروبة في K ناقص 1. هذه قيمة F critical، قيمة F الحرجة، وهذه قيمة K مطروح منها 1. فالنتيجة النهائية لقيمة F الحرجة لشي في هي 6.80%. نستخدم هذه القيمة 6.80 للحكم على الأزواج المتوسطات من حيث وجود أو عدم وجود فروق بين القيمتين. نبدأ الآن بحساب قيمة F الخاصة بشي في للمتوسطات. بما أنه لدينا ثلاث مجموعات، إذن هناك ثلاث أزواج من المتوسطات: المتوسط المعالجة الأولى مع الثانية، والأولى مع الثالثة، والثانية مع الثالثة. نبدأ بحساب قيمة F الخاصة بشي في تيست بين المعالج رقم 1 والمعالج رقم 2. بما أن قيمة N حجم العينة للمجموعة الأولى أو للمعالج الأولى 10، وحجم العينة للمعالج الثانية هي 8، إذا نستخدم القانون، قانون F لاختبار شي في في حال عدم تساوي المتوسطات، وهو هذا القانون الموجود أمامنا.
إذا بما أن نريد أن نبين الوضع بين متوسط المعالجة الأولى والثانية، إذا نأخذ متوسط المعالجة الأولى X1 بار ونطرح منه X2 بار، نربع هذه القيمة ونقسم على مقدار الـ MSE mean square of error وهو موجود في جدول تحليل التباين في الأعلى وقيمته 1.54%. قيمة N1 هي حجم العينة الخاصة بالمعالجة الأولى وقيمتها 10، وقيمة N2 هي حجم العينة الخاص بالمعالجة أو بالتريتمنت رقم 2 وقيمتها 8. إذا نعوض القيم في هذه المعادلة، X1 بار هي 7.50% وهي موجودة هنا، هنا المتوسطات، هذا متوسط المجموعة الأولى وهذا الثاني وهذا الثالث. X2 بار هي 5.25%، نربع هذه القيمة، نقسم على المين سكوير للإيرور وقيمته 1.54 مضروب في 1 على N1، N1 10 بينما N2 8. نستكمل العملية الرياضية، فتكون قيمة F الخاصة بشيفي اختبار شيفي قيمتها 14.46%، ونقارنها بالقيمة الحرجة التي تم استخراجها قبل قليل. طبعا القيمة الحرجة كانت قيمتها 6.80. إذا نقول أن قيمة F الخاصة باختبار شيفي بين متوسط المجموعة الأولى والثانية وقيمته 14.46 هو أكبر من القيمة الحرجة لـ F اختبار شيفي الذي كان قيمته 6.80%. إذا نقول بأن هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسط المعالجة رقم 1 ومتوسط المعالجة 2، بمعنى آخر إن المتوسطين غير متساويان، يعني X1 بار لا تساوي X2 بار. أيهما أكبر؟ واضح أن X1 بار هي أكبر من X2 بار. إذا انتهينا من الزوج الأول وهو المعالجة الأولى والثانية. الآن ننتقل إلى الزوج الآخر الثاني بين المعالجة رقم 1 والمعالجة رقم 3، نفس القانون ولكن نأخذ الفرق بين متوسط المعالجة الأولى ومتوسط المعالجة الثالثة. أما باقي المكونات فهناك تغيير فقط في قيمة N3. N3 هنا هو حجم العينة للمعالجة رقم 3 وقيمتها هي 9. إذا N3 قيمتها من هذا الجدول هي 9. لو عوضنا هذه قيمة X1 بار 7.50% ناقص هذه X3 بار متوسط المعالجة رقم 3 7.11 نربعها، هذه قيمة الـ MSE، هذه قيمة أو حجم العينة للمجموعة الأولى، وهذه 9 هي حجم العينة للمعالجة رقم 3. نستكمل العمليات والنتيجة النهائية أن قيمة F الخاصة بشيفي هي 45%. لاحظ أن القيمة هذه نوعا ما صغيرة مقارنة بقيمة الF الحرجة لاختبار شيفي. إذا نقول بما أن قيمة F الخاصة بشيفي بين المجموعة الأولى والثالثة قيمتها 45% هي أقل من القيمة الحرجة لقيمة F شيفي وقيمتها 6.80، إذا لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط المعالجة الأولى ومتوسط المعالجة الثالثة. بمعنى آخر أن كلا المتوسطين متساويان، يعني أن X1 بار تساوي X3 بار.
المتبقي هنا هو عملية تفحص العلاقة بين المتوسط المعالجة الثانية مع متوسط المعالجة الثالثة بنفس الطريقة. القانون نطبقه X2 بار ناقص X3 بار، الفرق بين المتوسطين نربعهم، نقسم على الام اس اي، ام اس اي ثابتة وقيمتها دائما وأبدا في هذه المسألة 1.54%. بما أن نقارن بين المجموعة الثانية والثالثة، إذا نأخذ حجم العينة للمجموعة أو المعالجة الثانية وحجم العينة للمعالجة الثالثة، نعوض X2 بار 5.25% و X3 بار 7.11%، نربع القيمة، نقسمها على هذه 1.54% الـ MSE، هذه حجم العينة للمعالج رقم 2 8، والتسعة هي حجم العينة للمعالج رقم 3. لو استكملنا العمليات الحسابية البسيطة نستخلص بأن قيمة F الخاصة بشي V تساوي 9.61%. طبعا هذه القيمة قيمة كبيرة مقارنة بقيمة الـ F الحرجة الخاصة بشي V. إذا هذه النتيجة، قيمة F الخاصة بشي V التي تم استخراجها الآن 9.61% هي أكبر من القيمة الحرجة لقيمة F وكانت 6.80. إذا نقول بأن هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسط المعالج رقم 2 ومتوسط المعالج رقم 3، بمعنى آخر إن المتوسطين غير متساويان. لو رجعنا إلى الجدول نجد بأن متوسط المعالج رقم 3 أكبر من متوسط المعالج رقم 2. إذا هذه النتيجة بالنسبة للزوج الأخير. هذه الشريحة هي ملخص لكل العمليات التي تم تطبيقها سابقا. كما قلنا العينات هنا حجمها غير متساوي، إذا نطبق قانون أو اختبار شيفي الخاص بالعينات غير متساوية. بما أن لدينا ثلاث مجموعات، إذا هناك ثلاث أزواج من المتوسطات يجب المقارنة بينهم. الأولى هي المعالجة الأولى مع الثانية، والثانية هي الأولى مع الثالثة، والثالثة هي المعالج رقم 2 مع المعالج رقم 3. بالنسبة للمعالج الأولى والثانية كانت قيمة الـ F الخاصة بشي V كبيرة 14.49، وهي أكبر من قيمة F الحرجة لاختبار شي V. إذا نقول بأن هناك فروق دالة إحصائية، بمعنى أن المتوسطين غير متساويان، أو بمعنى آخر أن X1 بار لا تساوي X2 بار. أيهما أكبر؟ لو رجعنا للجدول العلوي X1 بار 7.50 بينما X2 بار 5.25، إذا X1 بار أكبر من X2 بار. بالنسبة للزوج الآخر بين المعالجة 1 والمعالجة 3 كانت قيمة F الخاصة بشي V 45%، بينما قيمة F الحرجة هي نفس 6.80 وهي أقل من الـ F critical. إذا لا يوجد فروق بين المجموعة الأولى والثالثة. بمعنى آخر أن متوسط المعالجة الأولى يساوي متوسط المعالجة الثالثة، بينما المقارنة الأخيرة بين المتوسط الثاني والثالث
بين الثاني والثالث كانت قيمة F الخاصة بشير V هي 9.61، وهي أكبر من قيمة F كريتيكال. إذن هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسط المعالجة الثانية والثالثة، أي أن المتوسطين غير متساويان، يعني X2 بار لا تساوي X3 بار. أيهما أكبر؟ نرجع إلى الجدول العلوي. هذه X2 بار 5.25%، وهذه X3 بار هي 7.11. إذن X2 بار أقل من X3 بار. هذا كل ما يتعلق باختبار شيفي. إذن قلنا بأن أهم ما يميز اختبار شيفي أنه يصلح للتعامل مع المجموعات ذات أحجام العينات المتساوية وغير متساوية. ما يميز اختبار شيفي؟ أنه اختبار محافظ conservative، بمعنى حتى لو زادت عدد المستويات المطلوب تفحص العلاقة بين متوسطاتها، فإن اختبار شيفي يحافظ على قيمة ألفا بحيث لا تتجاوز القيمة المطلوب استخدامها في المسألة. وقلنا في ما يميز اختبار شيفي أنه أفضل الاختبارات في حال كون العينات غير متساوية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.